Noch ein Video, das السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله فكره الفيديو بتاع النهارده ان احنا مثلا عندنا كورس على اليوتيوب انت عايز تاخده. الكورس ده عباره عن بلاي ليست، مجموعه من الفيديوهات مثلا، وانت عايز تحسب الوقت الكل بتاع الفيديوهات دي بحيث انت تعرف تنظم وقتك، فانت مش تيجي على كل فيديو وتحسب الوقت بتاعه بالاله الحاسبه وتيجي تنزل على اللي بعده وهكذا، يعني لحد ما تخلص البلاي ليست، فكده هنضيع وقت كتير. فالفكره ان احنا مثلا عايزين نعمل ان شاء الله برنامج باستخدام لغه بايثون، بحيث ان هو نديله لينك البلاي ليست وهو يحسب لنا الوقت الكل بتاع الفيديوهات كلها، وبعد كده يخرج لنا المخرجات اللي هتطلع من البرنامج هتتحفظ في ملف تكست بحيث ان هو يفتحه بعد ما البرنامج يخلص. طب وكمان احنا مثلا ايه، طب افرض في حلقه ثانيه احنا عايزين نحسن البرنامج اكتر، بحيث مثلا لو في قناه معينه شبه مثلا ام اي تي اوبن كورسز، دي برضه قناه جميله انصحك بيها لو ما تعرفهاش، هي فيها مثلا مجموعه من الكورسات وكل كورس عباره عن بلاي ليست، ومثلا يكون ممكن القناه فيها 50 30 كتير، يعني بلاي ليست كتير او قائمه تشغيل كتير، فانت عايز تحسب كل قائمه تشغيل فيها ايه، فانت مش هتيجي على كل قائمه تشغيل تاخد اللينك وتبعته للبرنامج وبعد كده البرنامج يخلص تاخد اللينك الثاني وتبعته للبرنامج، فكده وقت كتير وما حلناش المشكله برضه. فالفكره ان شاء الله ان احنا نحسب البرنامج بحيث ان انا هديله مثلا لينك في بلاي ليست او قائمه تشغيل، وهو يجي على كل بلاي ليست موجوده في اللينك ده ويحسب لنا الوقت الكل بتاع البلاي ليست، ويفضل لحد ما يخلص البلاي ليست كلها، وبعد كده المخرجات اللي هتطلع ان شاء الله هيبقى عباره عن ملف تكست في كل قائمه تشغيل الوقت الكل بتاعه. تمام، يا ريت لو لسه مشترك تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، ويلا نبدا بقى. تمام يا شباب، هو ان شاء الله كل الميتودز اللي احنا نحتاجها عشان المشروع ده او المشاريع الجايه ان شاء الله انا عملت عنها فيديو، فهسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكربشن ان شاء الله بتفرج عليه وكده. بس اهم موديول احنا هنستخدمه ان شاء الله النهارده هو سيلينيوم، والسيلينيوم ممكن تنزله عادي بس هو بيحتاج كمان فايل عشان يشتغل اللي هو ويب درايفر. فالويب درايفر ده بيختلف على حسب مين، على حسب نوع البراوزر اللي انت شغال عنده، فلو مثلا شغال على كروم او ايدج او مثلا فايرفوكس فكل ده له الدرايفر بتاعه. فان شاء الله اسيب لكم برضك لينك تحت في الديسكربشن ازاي تنزل الدرايفر على حسب نوع البراوزر انت بتشتغل. وممكن هنا تفك الضغط عنه هيتلاقي معاك الملف هنا exe، هو ده الملف اللي احنا محتاجينه. لما نوصله في الكود ان شاء الله هبقى افهمك ازاي تستخدمه كده. تمام، فيلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي. طيب تمام كده احنا خلصنا ان شاء الله كل الموديولز اللي احنا عايزينها ان شاء الله عشان نبدا نعمل فانكشن اسمها تشيك لينك. تشيك لينك دي وظيفتها ان هي تاخد اللينك اللي هو المستخدم هيدخله، فعايز اشوف اللينك لو صح ولا غلط، لو صح هتخليه يكمل عاد وهيبقى فيه فور لوب او وايل لوب، هيبقى فيه في وايل لوب فهتنفذ الكود اللي في الوايل لوب وتطلع عاد، انما لو لينك غلط هتسمح المستخدم ان هو ايه ان هو يدخل لينك صح. انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا شباب، هو دي التشيك لينك اللي احنا قلنا عليها. الفانكشن ديت هتاخد مين؟ اول حاجه هتسمح للمستخدم ان هو يدخل لينك، وبعد كده تشوف اللينك ده لو كان ما بيساويش صفر هتشتغل الوايل لوب تمام، لو كان بيساوي صفر فهي هتطلع على طول مره واحده. فاول حاجه لو مثلا دخل لينك وكان اللينك ده عباره عن بلاي ليست بيز لينك، لو انت جيت بصيت على اي بلاي ليست فهتلاقي البلاي ليست بتبدا باللينك ده، يعني مثلا هنا في هنا سوري في هنا في البلاي ليست ديت، البلاي ليست هي هتلاقي اللينك دايما بيبدا من هنا، اهي بيبدا من هنا فهو اخره الحته ديت وبعد كده بيبدا الحته الثانيه. فاحنا ان شاء الله احنا هنقول له لحد هنا ويبقى كده معناه ان هي بلاي ليست واحده تمام. طب ولو الثانيه لو اي بس لو بقى مجموعه من مثلا البلاي ليست وكده فيبقى هي عباره عن مين، بتلاقي ان هو لينك اليوتيوب، لينك اليوتيوب بعد اسم بعد كده اسم القناه وبعد كده بينتهي بسلاش بلاي ليست بلاي ليست تمام. فاحنا هنا نعمل ايه؟ اول حاجه لو هو كان مثلا بيبتدي بمين بلاي ليست بيز لينك، فهنا هنقول له اول حاجه هنقول له ويب درايفر دوت كروم، دي مين بقى؟ دي سيلينيوم. فديته سيلينيوم ان هو بيشغل كروم براوزر وبيتفاعل معاك انك انت اللي شغال عليه تمام. وهنشوف دلوقتي هو شغال ازاي. طب بعد كده شفت الحته بقى اللي انا بقول لكم عليها اللي هي ازاي تستفاد من اللي هو الكروم درايفر اللي انت نزلته وكده،
ما مش هيبقى في هو سيليم ازاي يشتغل صح، لازم تعرفوا ان الويب درايفر ده موجود فين، لازم مثلا كروم درايفر او فايرفوكس درايفر على حسب البراوزر اللي انت عندك لازم تعرفه موجود فين. فعندك حل من اتنين، يا اما اول حاجه ان انت تضيف البراوزر ده او المكان البراوزر ده الفولدر بتاعه تضيفه في الفايل باز بتاع الويندوز او الفاريبل باز بتاع الويندوز، يا اما لو عندك ما عندكش ويندوز مثلا ممكن تضيف هنا تاخده وتشوف هو موجود فين، وبعد كده تعمل هنا شيفت وبعد كده هنا وبعد كده تقول له كوبي اسباس، وبعد كده هنا تروح هنا وتعمل له executable باس بيساوي، وتقوم جاي حاطط البتاع دي. فهو كده هيبدا يتعرف ان شاء الله على ان هو يلاقي البتاع البراوزر دي فين كده تمام. فانت اول ما تعمل له الحته ديت فهو يبدا يتعرف ان هو الويب درايفر موجود في الحته ديت فيشتغل صح. انما لو انت ما حطيتلوش هيديلك ايرور مش هيشتغل. بعد كده انفو اوف ذيس بلاي ليست ديت ان شاء الله مسج جديد احنا لسه هنعملها ان شاء الله تمام. وبعد كده براوزر دوت كويت عشان نقفل البراوزر وكده تمام. لو اخر طب لو مثلا افرض ان البراوزر اللينك اللي داخل مثلا كان اكتر من بلاي ليست، لو كان اكتر من بلاي ليست فاحنا قلنا اول حاجه لازم البلاي ليست ديت او اللينك ده لازم يبدا بمين، ببيز لينك يعني يوتيوب بيز اللينك اليوتيوب، وبعد كده ينتهي بمين، ينتهي بسلاش بلاي ليستس. فيبقى كده انا اتاكدت ان هو مين مجموعه من البلاي ليست مع بعض. بعد كده برضه انفو في اول بلاي ليست ديت برضك ميثود جديده هنستخدمها ان شاء الله ولسه هنعرفها. طيب لو حاجه اخر حاجه واللينك طلع غلط ومفيش حاجه فهو يرجعه تاني يدخل لينك صح. فكده الميثود ديت خلص. فاول حاجه خلينا نعرف الميثود انفو اوف اول اوف ذيس بلاي ليست. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. tvquran.com سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك. تمام. اول حاجه شباب احنا عملنا مين اللي هو لاين سبريتور ده عادي خالص، انما والبيز باس ديت ان شاء الله هنغيره في الاخر كده فخليك معايا بس ديت حاجه للتجربه بس عشان نتاكد ان السكريبت صح تمام. فاحنا عرفنا مين الانفو اوف ذيس بلاي ليست، فهي تاخد ثلاث حاجات، هتاخد اللينك وتاخد ال HTML وتاخد التكست فايل. طيب اللينك وال HTML دولت مفهومين. طب التكست فايل ليه؟ التكست فايل عشان مثلا لو هو احنا مثلا كان معانا لينك لاكثر من بلاي ليست فهو التكست فايل ده هيبعت للبلاي ليست ديت، عشان هي البلاي ليست ديت هتاخد كل هتشتغل على بلاي ليست واحده، فهو ان شاء الله هنبعت لها الفايل اللي هي تكتب فيه تمام. ان الفايل ما اتبعتش في البارامترز فاحنا نعرف ان هو مثلا لينك لبلاي ليست واحده، وبالتالي نشتغل ونعمل فايل احنا بنفسنا تمام. فاحنا اول حاجه هنقول تكست فايل تكست واز نون بيساوي فولس وفايل نيم بيساوي نون تمام. فاحنا اول حاجه عندك هنا السوب بيساوي بيوتيفول سوب والاتش تي ام ال دوت بارسر تمام. وبعد كده السوب بيساوي سيلكت، وقلنا دي اعملها ازاي، قلنا شبه ما عرفته قبل كده، بتيجي هنا وتحدد مثلا العنصر، مثلا عايز اسم البلاي ليست فتقف عند العنصر هنا كده اهوت اسم البلاي ليست اهو، وتقوم انت جاي عامل تك يمين وبعد كده ديت وبعد كده كوبي اس كوبي سيلكتور بس، فتاخد الكوبي سيلكتور وتيجي هنا وتقوم انت جاي حاطه في الحته دي. وبعد كده عشان هنا سيلكتور السيلكت ده بترجع ليست، فانا من عنصر واحد فانا هقوم جاي واخده هنا ايه هحط هنا صفر وبعد كده التكست. نفس الكلام بالنسبه للحته ديت اللي هو توتال فيديوز اللي هو عدد الفيديوز اللي هي هنا اللي هو الرقم دهوت 1 فيديو تمام. واخر حاجه وبعد كده عندك مين، عندك بقى الفيديوز نمبر ديت احنا عايزينه مين، احنا عايزين الرقم اللي هو قدام الفيديو كلمه فيديو ديت احنا عايزين رقم واحد دي، فهنجيبه ازاي؟ فاحنا قلنا هنعمل سبليت، فهو هيديك بلاي ليست من اثنين اللي هو الواحد والفيديو، فاحنا نقوم احنا جايين واخدين العنصر الاولاني هيديك رقم واحد تمام. فيبقى احنا كده معانا مين عدد الفيديوهات يعني مثلا تمام. واخر حاجه اللي هو مين عندك التايمز بقى انا عايز اجيب مين اللي هو رقم الفيديو يعني هنا اللي هو الرقم ده اللي هو الحته ديت عايز اجيب الرقم ديت عايز اجيب، فهتعمل برضك كوبي سيلكتور وبعد كده تحطه هنا في الحته ديت تمام. بس هي اللي انا بستخدمه هنا ده عباره عن ليست كومبريهنشن، برضك هسيب لكم ان شاء الله لينك تحت في الديسكربشن لو عايز تفهم ليست كومبريهنشن ديت معموله ازاي يعني واستخدمها ازاي، فهي بتوفر كتير يعني وبيبقى اسرع. فهنا تاج التاج دي عباره عن مين، التاج ده اللي انا هلاقيه في سوب سيلكتور تمام. واحنا قلنا السيلكت ديت بترجع ليست، فكل تاج في الليست ديت هعمل له مين، هجيب التكست بتاعه واعمل له ستريب عشان لو في مسافات او اي حاجه اشيلها تمام. في بقى مشكله واجهتني لما انا كنت بجرب البرنامج قبل ما اصور وكده يعني، كان في اللي هو مين ان انا ساعات لما قبل ما استخدمت الحته ديت قبل ما استخدم الجزء ده كان ساعات ان هو بيجيب لي ليستس او ساعات بيجيب فيديوهات من
ليست تانية او من حتى من قناة تانية معرفش بيجيبها منين دي صراحة، بس فانا لقيت حل المشكلة ان انت تجيب عدد الفيديوهات، عشان كده احنا جبنا الفيديو نم دي ان انت تجيب عدد الفيديوهات دي وتحطها هنا تمام. فهو كده ان شاء الله مش هدور على اكتر من كده اول ما، وبعد كده توتال تايمز احنا برضك ان شاء الله هنعمل فانكشن تاني اسمها اكستراكت توتال تايم، هنعملها دلوقتي. هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن فانكشن هندي لها ليست من مين، من التايمز بتاع كل فيديو. يعني مثلا عندك 50 فيديو فيبقى ليست من 50 سترينج، كل سترينج في ليست بتاع التايم بتاع الفيديو ده. وبعد كده بقى ديت حاجة مثلا برينت ديت عشان مثلا نعرف ان البرنامج شغال صح ونعرف احنا فين. وبعد كده بقى ايه هنشوف هنا لو التكست فايل كان فعلا نون ديت ليه ليست واحدة بس، فهنقول له بقى ان التكست واز نون بيساوي ترو تمام. احنا كده معانا اسم القناة فيبقى ده اسم الفايل نيم وهنخليه طبعا تكست. وبعد كده التكست فايل ده هنفتحه، بس اهم حاجة بقى ان احنا هنا عملنا جوين عشان احطه في البيز باس اللي هو دهوت اللي احنا عرفناه قبل كده تمام. وبعد كده حطنا فيه الفايل نيم، وبعد كده نخليه ان هو نكتب فيه رايت. والانكودنج ده مهم جدا عشان انت ساعات لو انا جيت جربت مثلا ان انا اشيل الانكودنج ديت واكتب، فهو مثلا لو بلاي ليست مكتوب بالعربي شبه مثلا بلاي ليست ديت وكده، فهتلاقي ان اللي بيديك ايرور مش هيعرف يكتب فيه عشان هو الانكودنج ده اسكي، فهو انكودنج اسكي عشان هو بيكتب اسكي، فاسكي ما فيهوش حروف عربيه وكده ما بيعرفش يعمل انكودنج لحروف عربيه. فالانكودنج تمام اللي احنا نستخدمه اللي هو اليو تي اف 8 فهو ده هيحاول هيترجم ان شاء الله الحروف العربيه، بيعرف يترجمها ويعرف يخليه يكتب تمام. فده مهم جدا عشان لو هتكتب مثلا بلغه غير الانجليزي. يعني عندك هنا تكست فايل بقى هنبدا نكتب فيه، هنكتب في مثلا التايتل واللينك والتوتال نمبر او التوتال تايم والتوتال فيديوز وهكذا يعني. فدي الديكوريشن ما فيهاش اي حاجه يعني. وبعد كده مين بعد كده بقى هنعرف بقى من هنا لو هو كان التكست كان نون، احنا هنقول له ان التكست وزنا بيساوي ترو. طب لو التكست وزنا بيساوي ترو يبقى هنقفل الفايل ويبقى كده البرنامج خلص. انما لو كان اكتر من مثلا لو كان اللينك بتاع اكتر من بلاي ليست فبالتالي ان ده هو يطلع فولس وبالتالي مش هيفتح مش هيعمل اي حاجه من ديت وهيخلص الفانكشن على كده تمام. تمام تعالى بقى نعرف مين الفانكشن الثانيه اللي هي مين اكستراكت توتال تايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. تمام شباب فكده خلصنا اللي هو مين اكستراكت توتال تايم ديت تمام. فهي هتاخد اول حاجه مثلا اللي هو تايم تكست، يعني مثلا عباره عن مين، يعني مثلا اقول لك على حاجه، يعني مثلا هتاخد كده فمثلا اول تكست مثلا ايه هو 10 50 1 مثلا، فدي اول تكست مثلا ولا حاجه وهكذا. وبعد كده يفضل شغال هكذا كده، فدي ايه دي اول تكست هتاخده، فهي تاخد ليست من تكست. وبعد كده فانا وظفت ان انا هعمل هنا ايه برضك ليست كومبرهنشن، فانا هقول كل تايم موجود في التكست ديت فانا هعمل له ايه، هعمل له سبليت عند النقطتين. ما هو الوقت هنا عامل ازاي، الوقت هنا عبارة عن الدقائق وبعد كده نقطتين وبعد كده ثواني، او مثلا ساعات نقطتين دقائق نقطتين ثواني، فانا هعمل له سبليت عند النقطة ديت فيديني ليست تانية تمام. فالليست التانية ديت فيها الساعات والدقائق والثواني، فهي عبارة عن يبقى كده التايمز ديت عبارة عن مين، عبارة عن ليست اوف ليستس، يعني ليست وجواها ليستس تانية او تمام. وكل ليست ديت جواها عبارة عن وقت من الدقائق والساعات والثواني تمام. فانا عندك هنا هنقول اول حاجه توتال اور والتوتال مينيت والتوتال سكند بيساوي صفر وصفر وصفر. وبعد كده اقول له مين كل تايم موجود في التايمز بقى ديت، يعني مثلا هنا فيبقى هاخد مين، هقول له توتال سكند هزود عليه مين اخر رقم خلاص موجود في بتاع الليست ديت تمام. يعني مثلا هقول لك على حاجه، يعني مثلا هنا الليست هي فهي يبقى هنا التايمز دي موجود مكتوب فيها جواها ايه دي اللي مكتوب جواه، فانا عايز اخر رقم دهوت اللي هو الصفر ده تمام. فانا عايز اخر رقم فهو اخر رقم خالص، فاما انا جاي قال له انت وبعد كده تايم ماينس واحد هيديني اخر رقم خالص واضيفها على الثواني. وبعد كده توتال مينيت مثلا هيبقى الرقم اللي في النص اللي هو اللي قبله على طول، الرقم اللي قبله على طول فيبقى سالب 2 وبعد كده هنا. طب ما انت ممكن تقول لي طب ليه ما خدتش اللي هو مثلا صفر، ما الصفر ديت انا ما اضمنش انا هاخد الرقم اللي قبل الصفر على طول او اللي قبل اخر رقم. فهو ممكن لو مثلا بحيث لو مثلا كان التايم اللي عندي ده في دقايق وثواني بس يبقى صح، لو في دقايق وثواني وساعات يبقى صح برضك تمام. فدي الفكره في كده.
اخر حاجه بقى هنتاكد مثلا لو ان التايم اللي عندك ده فيه اكتر من 3 قيم، يعني فيه اكتر من 3 عناصر. تمام، لو فيه اكتر من 3 عناصر يبقى معايا هنا ساعات، وبالتالي هضيف الساعات هنا في التايم. تمام، ويبقى هي رقم 0. تمام كده، تمام. يبقى انا كده في كل عنصر بقى هعمل نفس الكلام ده، وبعد كده اضيفهم ايه على توتال مينت وتوتال سكند وتوتال اورز. وبعد كده يبقى عندك هنا السكند بيساوي مين؟ بيساوي توتال سكند مود 60، يعني خارج باقي قسمته على 60، فهيديني مين؟ هيديني عدد الثواني الفعليه. تمام، وبعد كده التوتال مينت، التوتال مينت هتزوده، هزود على قيمتها، هزود على قيمتها التوتال سكند ماينس السكند على 60. معناه ايه الكلام ده؟ التوتال سكند مثلا كان فيه 61 ثانيه، ماشي، التوتال سكند 61 ثانيه، فلما انا اخد التوتال سكند واقسمه على 60 واخد المود 60 هيديك 1. تمام، وبعد كده لما اجي هنا هيبقى كده معايا السكند بيساوي 1 والتوتال سكند بيساوي 61، فاطرحهم من بعض هيديك 60. تمام، اخد بقى خارج قسمتهم بقى على 60 هيديك 1، يبقى كده فعلا عدد الدقائق اللي في القيمه ديت 1، يبقى معاك كده مين؟ التوتال مينت زودت 1. تمام، طب بعد كده المينتس بقى هجيبها ازاي؟ المينتس بقى بتاخد التوتال مينت وتاخد بردك باقي خارج قسمتها على 60. وبعد كده بقى التوتال اور، بقى هنقوم جاي واخدينها، وبعد كده تقوم انت جاي التوتال مينت ماينس المينتس على 60، نفس الكلام، بحيث مثلا لو التوتال مينتس 22 وهتقسمه خارج باقي قسمته على 60 هيديك 2. تمام، وبعد كده يبقى معاك هنا المينتس ب 2 وعندك التوتال مينتس ب 122، فتطرحهم الاثنين من بعض هيديك 120، وخارج قسمته على 60 هيديك 2، فيبقى فعلا دولت ال 122 دولت فيهم دقيقتين وساعتين. تمام، فتاخد الساعتين دولت وتضيفهم على التوتال اور بس، فيبقى كده معاك كل الاورز والمينتس والسكند، يبقى كده جمعنا مين؟ كل حاجه صح. تمام، فديت اهم خطوه في الفانكشن كلها، ان انت تجمع الحاجات ديت صح. تمام، بعد كده بقى ان احنا ايه هنعمله بس شويه ديكوريشن وكده يعني، بس الفكره اللي انا عملتها هنا الزد فيل ديت، معناها فانكشن اسمها زيرو فيل. زيرو فيل ديت بتاخد بارامتر اسم ايه؟ الرقم ده بيتم مقارنته باللينس بتاع السترنج، يعني بعرض السترنج اللي معاك او عدد حروف السترنج معاك، بحيث لو كان مثلا الرقم كان اكبر من اللينس بتاع السترنج، مش هيضيف له اي صفار في الاول خالص. تمام، انما لو كان الرقم اللي متضاف مثلا اقل من اللينس بتاع السترنج، فالفرق ما بين الاثنين بيتحط صفار في الاول. يعني ان شاء الله برضك لو انت ما فهمتش برضك ممكن اسيب لك الديسكريبشن تحت بتاع الزيرو في اللي ديت تحت، ان شاء الله تشوفها في الدوكيومنتيشن الاصلي. تمام، بعد كده بقى تعالى ايه، تعالى نبدا بقى نجرب ونشوف ان كان فعلا الفانكشن ديت شغاله ولا لا. تمام، حاجه نعمل شيك لينك بس، فهو ده اللي هيبدا كل حاجه ان شاء الله. فنعمل الت ايه، فبيقول لك انتر اللينك، ماشي، فنحط هنا اللينك مثلا، لينك هو هنا احنا قلنا لسه بنجرب على بلاي ليست واحده، فنحط هنا كنترول في وانتر. تمام، فانت ملاحظ هنا لو لاحظت هتلاقي ان هو فتح الكروم لوحده. تمام، هياخد اللينك ويفتحه. تمام، طلع في غلطه، ثانيه، الغلطه هنا، فهم عرفت، نسيت ان انا احط هنا فين، ايوه في انفو بلاي ليست ديت، نسيت ان انا احط حاجتين اتنين، نسيت احط اللي هو البلاي ليست لينك اهو اللينك، ونسيت ان انا احط مين، نسيت ان انا احط ال HTML. فاقول له هنا برو دوت بيج سورس. تمام، بس ما فايل، انا هبعت له فايل، مش هبعت له فايل عشان هو بلاي ليست واحده، فهو ينشئ البلاي ليست او فايل البلاي ليست دي. يا شباب تعالوا نشوف بقى ان شاء الله ان كان شغال صح ولا لا، عشان نعرف لو في غلطه ولا حاجه. تمام، فهنا يقول لك انتر لينك، هنقول له اللينك اهوت. تمام، فهو بدا هنا الكروم اهوت مسهل، في مشكله. تمام يا شباب، هو انا جيت جربت البروجرام بس طلع فيه شويه غلطات كده. فاول غلطه ان احنا جينا حطينا ديت، فهي ديت المفروض تتشال، ونحط هنا بس فايل نيم فايل باس، ماشي، وخلي ديت برضك فايل باس شال، وبعد كده نحط هنا فايل باس ونحط هنا كنترول في تو جوين
ديت ودي بس المفروض كان ان شاء الله ايه هيشتغلها صح. تاني حاجة ان انا نسيت احط هنا الريتيرن، هنا كان بيجيب بيفضل يعمل لوب فما بيوقفش خالص، فالمفروض احط هنا ريتيرن احط هنا ريتيرن بس. تمام تعبان نجرب كده كنترول في، هتلاقي هنا بدأ يشتغل اهوت. بسم الله في غلطة. تمام يا شباب طلع في غلطة كمان، اللي هو المفروض ان هو يطلع هنا، المفروض احنا غيرنا البيز بس. تمام معلش. تمام يا شباب تعال نجرب يلا، هندخل اللينك. تمام الحمد لله كان كده شغال وزي الفل. تمام هو فتح كمان الفايل اهوت، حلو قوي اهوت. هنا تقييم الكورسات وهنا فيديو واحد فعلا وسبع منت وتلاتة عشر سكن. تعال نشوف كده الكلام ده صح. ايوه فعلا تقييم كورسات وهنا سبع منت واحد فيديو سبع دقايق وتلتاشر ثانية. تمام وكده الحمد لله شغال او زي الفل. وحتى ايه لو جينا بصينا هتلاقي ان اسم الفايل نفس اسم الفول نفس اسم القناة، فيبقى كده تمام، يبقى الحمد لله كل حاجة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.